وللحديث عن الأزمة السياسية في تونس بعد توقيف وزير الداخلية السابق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض ينضم إلينا عبر سكايب من تونس العاصمة، الأكاديمي والكاتب السياسي التونسي الأمين البوعزيزي. مرحبا بك معنا. مرحبا بكم، تحية لكم، شكرا على الدعوة. مثل كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض أمام النيابة قبل أن تأمر بتوقيف الأخير على خلفية ملف عرف إعلاميا بملف التسفير نحو بؤر التوتر، وهي قضية تبدو غريبة للغاية. كيف بدأت القضية؟ لماذا أثيرت الآن؟ وهل يصدق هذا الأمر؟ شكرا لكم. هو في الحقيقة يعني ما عرف بقضية يعني التسفير، تذكرون الأيام الأولى يعني موجة الثورات يعني العربية، وربما يعني تقاطر بعض الشباب العربي يعني نحو يعني سوريا في تلك الأيام، يعني تقريبا معناها نشأة داعش يعني تذكرون، وتورط عديد من الشباب التونسي يعني في أقدر المهمات أو الجرائم التي نفذتها يعني داعش. الموضوع في تونس لم يذهب نحو البحث عن الحقيقة، وإنما استعمل يعني هذا الملف اللي هو جريمة في حق الثورات يعني العربية، لم يذهب في اتجاه البحث عن الحقيقة، وإنما في اتجاه تصفية يعني خصوم سياسيين. للعلم أستاذ أنه المحاكم في تونس حكمت في يعني هذه الجريمة، وحاكمت يعني العشرات، وبلغت الأحكام يعني لدى بعضهم إلى يعني ما يصل 70 سنة يعني سجن معناها كعقوبة. لكن هذه الأيام ما يجري تقريبا في ظل إفلاس البلد، في ظل عجز البلاد، في ظل الانقلاب عن توفير أبسط المواد التموينية من سكر ومن يعني مواد غذائية ومن ماء، يعني مام علب الماء، يعني عندما تزور أو تدخل المتاجر الكبرى تجدها فارغة، في يعني أزمة لم تشهدها تونس على مدار عمرها ما بعد الاستعمار، يعني منذ 56 إلى حد اليوم لم تشهد مثل هذه الأزمة. كيف سيخرج من الأزمة؟ كيف سيغير اهتمامات الناس؟ أجبد من القشر كما يقال، أجبد من المكاتب ملف التصفير يعني من جديد. ربما أقدم لكم يعني بعض الأخبار أو بعض يعني ما رشح من التهم التي وجهت إلى هؤلاء. ما أبرز تلك التهم في الحقيقة؟ ما أبرزها؟ نعم، أبرزها يعني لا أدري عندما أقولها يعني بماذا ستعلقون. أحد القياديين اتهم بتعيين زوج ابنته في وزارة الداخلية، فأقسم لهم أقسم بالله العظيم أنا لم أنجب بنات أصلا. هذه إحدى التهم. تهمة أخرى، قيادي متهم بحفر خندق يصل إلى 72 كيلومتر بين يعني تونس وليبيا لتهريب الإرهابيين. يعني موجة الاتهامات التي وجهت لهم وجهت بحملة سخرية عالية. نعم. في أشهر منتدى في تونس وهو يعني الفيسبوك. المحاكمات لا تجري على ضوء ملفات، وإنما تجري على ضوء ما يجري من مشاحنات أكثر منه البحث. يعني هو خلاف قضية سياسية أكثر من كونها بحث عن العدالة كما تفضلت، لكن كيف انعكست هذه الاتهامات؟ والتي جزء منها طبعا اتهامات ملفقة كما يعني تقول، كيف انعكست على الشعب التونسي وعلى المتابعين لهذا الشأن، لا سيما أنها تطال العديد من العاملين في المجال السياسي وفي مختلف القطاعات؟ أول أمر إحساس الناس كما قلت أستاذ، لأنه اليوم شيوع حق الكلام، يعني ما عاد بالإمكان أنه فيه قناة واحدة يعني توجه أمام الناس. الحديث الغالب لدى الناس أنه للتغطية على حالة الإفلاس وعلى يعني حالة التجويع التي يعيشها التونسيون، كان لابد من اختلاق مثل هذه الملفات لتغيير اهتمامات الناس. هذا الجانب الأول. ثانياً،
في قوى متنفذة داخل الدولة تستغل وضع الانقلاب لتصفية الحساب السياسي، يعني لتجريم أطراف يعني سياسية، أو ما يعرف في تونس بالكلمة استئصال أطراف يعني سياسية. نعم. لكن السائد لدى المزاج العام أن ما يجري ليس بحثا حقيقة، وإنما هو تغيير ويعني محاولة إلهاء الناس عن معاناتهم اليومية. يعني 10 أو شهر لا حديث إلا عن عجز الانقلاب عن توفير المواد التموينية، كان لابد من اختلاف محور ثانوي لتغيير اهتمامات الناس. لكن بفضل يعني معناها يعني منابر التواصل الاجتماعي تم فضح مثل هذا يعني هذه الحيلة أو يعني هذا الالتفاف على ما يعانيه التونسيون، يعني لأن اللحظة التي يعيشها التونسيون اليوم لحظة لم يعيشوها في تاريخهم، يعني وكأنهم يعيشون حالة وباء، الماء المعدني في الأسواق مفقود. نعم، شكرا لك السيد الأمين البوعزيزي الأكاديمي والكاتب السياسي التونسي، كنت معنا من العاصمة تونس، شكرا لك.